الرسام. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن قصور القلب مع ضيفنا الدكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض القلب التداخلية والقصر القلبية. للتواصل عبر الهاتف 600-551-414، والرسائل النصية القصيرة على 4006، أيضا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. نرحب بكل راديو ونرحب بكافة المتابعين وأيضا بكافة الاستفسارات. دكتور عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله دكتور. يا مرحبا دكتور عبد الله. يعني قصور القلب من الأمراض الشائعة يعني التي تصيب لا يقل عن 5.7 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعرف إذا كان لديك إحصائيات في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في منطقتنا بشكل عام، هل هي من الأمراض الشائعة دكتور؟ هي طبعا من أهم الأمراض ومن الأمراض الشائعة فعلا. فأمراض القلب هي الرقم يعني السبب الأول المسبب للوفيات وفي الإعاقة على مستوى العالم وأيضا على يعني مستوى المنطقة عندنا. طبعا يعني ما في هناك أي مستشفى أو أي عيادة تخلو من مرضى القلب. يعني حتى عندنا في الحوادث والطوارئ 40% من الحالات سببها أمراض القلب، وأيضا في العيادات شريحة كبيرة من المرضى هم مرضى القلب. وطبعا لا ننسى أن من أهم أسباب الوفيات مثل ما ذكرنا والإعاقة أمراض القلب والأوعية الدموية. إذا يعني هذا رقم يعني يجب أن لا يستهان به، وطبعا هي من أكثر الأمراض انتشارا مع التطور الطبي ومع التطور الأدوية. لا يزال يعني أمراض القلب في الصدارة على مستوى العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية نقول طبعا الأعمار أكيد بيد رب العالمين، نصف تقريبا نصف الأشخاص الذين يشخصون الذين يتم تشخيصهم بقصور القلب يتوفون خلال 5 سنوات من التشخيص. وطبعا دائما نقول يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. أيضا دكتور عبد الله، كلفة المرض كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، 30.7 بليون دولار كلفة المرض سنويا. بينما درهم وقاية خير من قنطار علاج. طبعا يعني هالكلام صحيح. التشخيص المرض يتطلب طبعا الأطباء يكونوا متخصصين في المجال هذا، وأيضا أجهزة تشخيصية وغيرها. طبعا علاج أيضا مكلف مثل ما ذكرت. سواء كان عن طريق الأدوية، سواء كان عن طريق الجراحات التداخلية أو الجراحات الأكبر من ذلك. طبعا الوقاية يعني جزء مهم جدا من كيفية يعني التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب. ومثل ما ذكرت يعني أن مش مكلف الوقاية. وفيها نتائج إيجابية كبيرة، سواء كان إذا الشخص مثلا تم تشخيصه يعني بصورة مبكرة وتم العلاج التدخل العلاجي بصورة يعني مبكرة، يكون فرصة النجاح المرض أكبر من ما أن يكون شخص يصل إلينا بمراحل متقدمة. فعلا في كثير من الناس للأسف يعني يونا مراحل متقدمة، يكون المرض منتشر أكثر، يكون هناك وردي يعني صار ضرر في عضلة القلب، صار قصور في عضلة القلب، وبالتالي يعني العلاج يكون أصعب وفرص نجاح العملية أيضا يكون يعني يكون أقل. من ما يكون الشخص يعني تم تشخيصه في المراحل يعني البدائية من المرض. طيب دكتور، فيما سبق يعني كان هذا المرض يعتبر من أمراض المرتبطة بالتقدم بالعمر، يعني نجد هذا المرض قصور القلب لدى الأشخاص المتقدمين بالعمر، لكن حاليا يعني حتى من هم في عمر الشباب يصابون بمثل هذه الأمراض، فما هي الأسباب؟ طبعا السبب الأول هو مشاكل في الشرايين التاجية.
تضيق في الشرايين التاجية. طبعا احنا نعرف ان لما الشخص يكون يصير عنده تضيق في الشريان وما يتم تشخيصه وعلاجه، التضيق هذا يتحول الى انسداد، والانسداد هذا يسبب ضرر في القلب، وبالتالي يفقد القلب قدرته على ضخ الدم الى سائر انحاء الجسم، وبالتالي يسبب القصور. وطبعا الضرر هذا يكون يعني ضرر دائم للقلب، والمريض يضطر يعيش مع الضرر هذا الدائم الموجود في القلب ومع قصور القلب هذا. طبعا الأسباب مثل ما ذكرنا إن الحين صار يعني المرضى هم من أعمار المتوسطة والصغيرة، نعم، اللي هم يصابون بقصور القلب واللي هو سببه تضيق في الشرايين التاجية. طبعا هناك أسباب يعني انتشار مرض تصلب أو تضيق الشرايين التاجية عند الصغار في السن، وهذا بسبب التدخين اللي منتشر بشكل كبير هالأيام، وأيضا قلة الحركة وزيادة الوزن، وأيضا تناول الأكلات الغير صحية اللي هي الأكلات الوجبات السريعة، الأكلات اللي فيها نسبة كبيرة من الدهون، نعم، وأيضا نسبة كبيرة من الكربوهيدرات. وغير عنها طبعا بسبب انتشار مرض السكر أيضا صاروا يعني الأشخاص اللي هم الصغار في السن أو متوسطين العمار أكثر عرضة لأمراض القلب. لكن فشل القلب وقصور القلب أيضا يعني في بعد يعني يصيب الكبار في السن، نعم، لكن يعني في الوقت الحالي فعلا صار هناك زيادة في أمراض القلب لدى الأشخاص اللي هم صغار في السن ومتوسطين العمار. نعم، الأسباب اللي ذكرتها دكتور أو العوامل بالأحرى، عوامل الخطر التي نسميها أو نطلق عليها عوامل الخطر النوعية التي تؤدي للإصابة بمثل هذه الأمراض، ذكرت على سبيل المثال التدخين، ذكرت قلة الحركة، زيادة الوزن، أيضا عدم أو تناول الأطعمة الدسمة أو الغنية بالدسم، وذكرت السكر. يعني قسم كبير من هذه العوامل هي بأيدينا، بمعنى يمكن أن نقلل من إصابتنا بمثل هذه الأمراض إذا ما امتنعنا عن التدخين، إذا ما أكثرنا من الحركة، إذا ما قللنا من تناول الأطعمة الدسمة، أكثرنا من تناول الخضار والفواكه والحبوب على سبيل المثال، الوزن يعني سيطرنا عليه صار ضمن الحدود الطبيعية أو المقبولة نسبيا، يعني ليس بالضرورة أن نزن أجسادنا بميزان من ذهب، لكن علينا أن نراقب الوزن وألا يعني نترك له المجال ليزداد ومن ثم يعني يصير هناك صعوبة في التخلص من الوزن الزائد. فأتمنى حقيقة من كافة المستمعين المستمعات عدم إهمال مثل هذه العوامل اللي ذكرتها دكتور عبد الله. أنا محاول ركز عليها لأنه هذا الأمر أعتبره حتى يعني واجب وطني علينا جميعا، لأننا حينما نحافظ على الصحة نقلل من كلفة المرض وأيضا نزيد من قدرتنا على العطاء، سواء كنا نعمل في القطاع الحكومي أو حتى في القطاع الخاص، لأنه مثل هذه الأمراض أنت ذكرت تسبب الإعاقة، لكن أيضا تسبب أيضا أو لها تأثيرات سلبية كثيرة حتى في مجال الحياة الشخصية والحياة العملية دكتور عبد الله. صحيح، يعني خاصة التدخين مثلا، يعني أنا على سبيل المثال التدخين، يعني الأسبوع اللي فات جاء عندي مريض ونوبة قلبية عنده وفي الأربعينات، نعم، لما سألته طبعا قال لي والله أنا أدخن كثير، أدخن يعني باكيت في اليوم، نعم، وفعلا سويت له عملية قسطرة وتبين أنه في عنده انسداد كامل في الشريان الأيمن، انسداد كامل، وتم طبعا فتح الشريان عن طريق القسطرة القلبية، لكن هذا يعني مثال يعني من كم يوم، نعم، فيعني هذا يعني بشكل يوميا نشوف الحالات هذه، المدخنين يصير عندهم نوبات قلبية. وطبعا نعم، في هناك دراسات كثيرة تؤيد هذا الشيء، هناك دراسات تثبت أن التدخين مسؤول عن 25% من أمراض القلب، وهو من العوامل الرئيسية التي المسؤول عن الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات القلبية وأيضا الحالات الموت المفاجئ. نعم، وفي دراسات أيضا كثيرة يعني تؤكد هذا الشيء، وتأكد أن نسبة الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات القلبية تزيد عن 100% لدى المدخنين. فتخيل كيف يعني النسبة هذه نسبة كبيرة جدا. نعم، وطبعا هذا التدخين أولي، أيضا هناك أيضا تدخين ثانوي أو نعم،
نعم. فهذا روي يعني تدخين يعني فعلا يعني من المسببات الكبيرة يعني. نعم، نتمنى دائما يعني وننتهز الفرص، وهناك عيادات متوفرة في كافة إمارات الدولة، عيادات متوفرة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين. طبعا نتكلم هنا في القطاع الحكومي، وهي أيضا تقدم خدمات، وهناك أيضا عيادات خاصة وأطباء، وهناك وسائل متعددة للإقلاع عن التدخين تساعد من لا يعني ليس لديه فقط الإرادة ويحتاج إلى الأدوية المساعدة أو الوسائل المساعدة متوفرة. لكن دائما نقول من خلال العيادات، هذه العيادات توفر الوسيلة المناسبة، توفر الدعم أيضا الاجتماعي، الدعم المعنوي، ونتمنى أن نتخلص من هذه العادة السيئة التي تضر بصحة الفرد والمجتمع من أجل المحافظة أيضا على صحة الجسم بشكل عام وبالتحديد عن القلب. إذا موضوعنا عن قصور القلب مع ضيفنا الدكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض القلب التداخلية والقصر القلبي. دكتور عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور قبل الفاصل ذكرت يعني حالة شاب تقريبا في 40 من العمر ودخل الطوارئ، ما هي الشكوى يعني شو السبب اللي خلاه يراجع الطبيب أو قسم نعم. الطوارئ نعم. نعم، المريض طبعا كان يشتكي من ألم شديد في وسط الصدر، الألم كان طبعا مصاحب بغثيان وبتعرق شديد نعم. وبلوعة، وطبعا استمر الامر الالم لفتره يعني نص ساعه ساعه، وبعدين طبعا حس انه تعب ويابول طوارئ يعني نعم. وطبعا لما اخذنا يعني التاريخ المرضي نعم. انه عنده انه يدخن كثير بشكل كبير يعني نعم. يمكن 20 سيجاره في اليوم كان، وايضا كان عنده تاريخ مرضي. لما سالت قلت يعني هل عندك في العائلة عنده مشاكل في القلب وهذا، قال والله أنا الوالد عنده مشكلة في القلب، شرايين مسوي عملية، وعندي أيضا بعد أحد من إخوان عنده مشكلة في القلب وكان عامل قسطرة. فطبعا الأسئلة هذه مجرد مثل الأسئلة هذه تبين ممكن يعني شخص يكون فعلا عنده نوبة قلبية وذبحة صدرية. بعدين طبعا قمنا بإجراء عدة فحوصات نعم. منها تخطيط القلب، وتخطيط القلب تبين أن عند انسداد في الشريان الأيمن للقلب، وطبعا كان عند أنزيمات القلب عالية جدا نعم. وطبعا نحن نعرف أن إذا الأنزيمات القلب عالية بواسطة تحليل الدم المريض طبعا يعني يكون احتمال كبير أن عنده انسداد أو تضيق في الشريان، وبالتالي نعم. تم أخذه إلى غرفة القسطرة القلبية. طبعا اعطيناه ادويه اللي هي مسيله للدم ومثبطه للصفائح الدم، وطبعا اجريت القسطره القلبيه، والشريان الايسر كان عند يعني عده تعرجات، وكان في تمدد ايضا، لاحظنا كان عندي تمدد في الشريان، والتمدد هذا ما يصير الا عند المدخنين نعم. يعني تخيل دكتور ان الشريان بدل ما يكون 2-3 سنتيمتر يكون 4-5 سنتيمتر، فتمدد شديد صاير في الشريان شريان القلب، وتبين أن في عندنا انسداد كامل في الشريان الأيمن. وطبعا عن طريق القسطرة القلبية وعن طريق البالون تم توسيع الشريان، وأيضا وضع دعامة شريانية دوائية في الشريان الأيمن نعم. وتم علاج المريض الحمد لله يعني نعم. الحمد لله. وطبعا يعني النصيحة اللي نصحت إياها طبعا لما خلصت القسطرة قلت له شوف يعني طبعا السبب الأول اللي عندك أنك أنت تدخن بشكل كبير نعم، وطبعا هذا باين في شرايين القلب، أن شرايين القلب عنده صار تمدد، وبالتالي صار عنده هناك يعني نقص في تروية الشرايين نعم. فوضحت الأمر هذا، وطبعا اقتنع وقال إن شاء الله بيترك تدخين. وعلى فكرة يعني أكثر الناس سبحان الله يعني الناس اللي يتركون تدخين يتركونه بعد ما تجيلهم جلطة نعم. يعني دي الجلطة نعم. عقب طبعا يعرف المشكلة اللي صايرة وين المشكلة صايرة ومدى تأثير التدخين، وفعلا كثيرين من الناس تركوا التدخين بعد حدوث الجلطة. لكن احنا ما تقول دكتور ما نبغي نوصل لهالمرحلة نعم. هذا طبعا هذا هو دورنا ودوركم ايضا يعني دكتور، يعني دور ايضا من يعمل في القطاع الصحي في التركيز بشكل اساسي على الوقاية، بشكل اساسي على التوعية، وليس فقط على العلاج. العلاج يعني ايضا مهم، لكن حتى مع العلاج لابد ان يكون هناك وقاية حتى لا تتكرر المشكلة مرة ثانية ولا تحصل
أو تحدث مضاعفات، ودائما نقول المضاعفات يعني للأسف، وللأسف نقول أنها دائما تكون خطيرة. عارف الصوت واضح أخ عيسى بالنسبة لدكتور عبد الله في بعض نعم. طيب دكتور عبد الله، هناك رسالة من أحد أو إحدى المتابعين على الإنستغرام، ما العلاقة ما بين التدخين وما بين أمراض القلب، يعني شو دور السجائر أو السكائر في أمراض القلب؟ طبعا نحن ذكرنا في بداية اللقاء أن التدخين يسبب يعني 25% من النوبات القلبية وحتى الموت المفاجئ. التدخين طبعا الدخان نفسه هذا والسيجار يحتوي على عناصر ضارة جدا، ومن أهمها طبعا النيكوتين. النيكوتين هاي مادة مدمنة، مجرد ما يتناول الشخص النيكوتين طبعا يصير عنده مساحات إدمان ويبغي يعني أكثر. وأيضا الدخان نفسي يتكون من قطران، ويتكون من أول أكسيد الكربون والنيتروجين، وأيضا في عنصر البولونيوم. عنصر البولونيوم هذا عنصر مشع، فأيضا ضار جدا. التدخين يسبب يعني تكون، يسبب تجلطات داخل الشريان، يسبب تقلصات داخل الشريان، وبالتالي المريض يكون عرضة لحدوث النوبات القلبية، فهناك تأثير مباشر. هذا غير عن التدخين أيضا يسبب ارتفاع في ضغط الدم، ويسبب نقص في الكوليسترول الحميد، وأيضا يسبب مشاكل في الشرايين الطرفية، وأيضا مسبب للسكتة الدماغية. فإذا يعني هناك يعني تأثير سلبي تدخين على الأوعية الدموية في الجسم وما فيها القلب يعني. نعم. طبعا هناك من يقول أنه الصوت بالنسبة للمتابعين عبر الانستغرام غير واضح، لكن بشكل عام نقول التدخين يعني سيجارة الوحدة تخيلوا يعني تحتوي على أكثر من 4000 مادة، حوالي 400 مادة كيماوية، حوالي 40 مادة مسرطنة. يعني فالتدخين بين قوسين قاتل، يعني التدخين يسبب الكثير من الأمراض أو يساهم في الإصابة بالعديد من الأمراض. والمشكلة أن يعني ما يحدث أن هذه التأثيرات تحدث بشكل تدريجي، لا تحدث مباشرة، يعني لا ليس بكل من يمسك بالسكارة يصاب بالمرض مباشرة، ولكن مع مرور الأيام تحدث المخاطر. ولدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، مين معي؟ عفوا، اهلا وسهلا بك. عبد الرحمن. اهلا وسهلا وسهل بك اخي عبد الرحمن، تفضل. الله يسلمك، ورحب الدكتور عبد الله. مرحبا اخوي. مرحبا. الله يعافيك دكتوري. عندي الوالد الله يشفيه من سنه 2004 جلطة، وهو مريض سكر. الله يشفينا ويشفي الجميع ان شاء الله. امين يا رب. امين. ف ياخذ، كان ياخذ ادويه هي كلها حبوب. في 2006 جت جلطة ثانية، الحمد لله من بعد 2006 قبل احنا نتعالج جوي ويراجع مستشفى العين. نعم. فمستمرين مع الأدوية والحبوب الكلاكونية. خلال قبل شهر بالضبط شفنا عنده تورم بالرجل، الرجل كذي متورمة. نعم. شفنا فيها ماي كثير. فبعد ما سوينا الفحوصات اعتقد قالوا لنا في اليوريك اسيد، انزيمات اليوريك اسيد عالية شوي مرتفعة. والسبب اللي هي أدوية القلب اللي كان ياخذها. فعملوا له قسطره، فبين انه عنده بلوك في الشريان اليمين والشريان الايسر، الايمن والايسر. فقالوا نسبه القلب اظني 25% اللي هي نسبه، اعطونا نسبه القلب. فاحنا الحين الورم يا دكتور ليه الحين ما راح؟ الورم لسه موجود مكانه من خلال شعر. فخاف الدكتور يعني قلل الدوز مال ادويه القلب عشان الكلى ترتاح، الكلى ترتاح. وإن قلل الكلى ترتفع، اللي هو وإذا أخذ جرعة مضبوطة يتورم الرجول. نعم. وإذا قلل فهني إحنا صرنا بين رمين. ولا همك. طيب أخي عبد الرحمن، أول شيء ندعي للوالد بالشفاء، وأكيد يعني كافة المستمعين المستمعات يعني يشاركون هذه الدعوة. الموضوع الآخر، إذا في تقرير مرضي عن حالة الوالد، إذا في مجال تترك رقمك عند الأخ عيسى، أنا بعد الفاصل أو بعد انتهاء البرنامج الساعة 2 بتواصل معك عن طريق هاتفي، طبعا برسل لك رسالة لتعرف رقمي وتبعث لي التقرير، أنا بحوله للدكتور عبد الله. أكيد بيكون قرار الدكتور عبد الله أوضح وأدق أكثر. هلأ رح يجاوب بشكل عام فقط للاستفادة. شكرا لاتصالك أخي عبد الرحمن، اترك رقمك عند الأخ عيسى. شكرا لاتصالك، تفضل الدكتور عبد الله.
نعم طبعا باختصار يشتكي من الوالد اللي هو قصور في عضلة القلب. هذا طبعا في صلب الموضوع اللي نتكلم عنه دكتور. نعم نعم. إن في صار هناك قصور أو ضعف في عضلة القلب وسببها انسداد شريانين في القلب. الحين كيف نحن نعالج الموضوع هذا؟ أول شيء طبعا هم قاموا بأول إجراء اللي هو القسطرة القلبية. نعم. وتبين فعلنا في انسدادين موجودين. يعني الحين هذا الانسدادين إذا نحن عالجنا الانسداد ممكن القلب يرجع يعني ما أقول 100% لكن يرجع 80% على الأقل. نعم. كقوة القلب وبالتالي ممكن التورم هذا يروح يعني يخف. ممكن طبعا نستغني عن بعض الأدوية. نعم. لذلك السؤال المهم هل يعني ممكن فتح الشريان هذا ولا لا؟ ها طبعا ممكن نقرر هالشيء بعد رؤية اللي هو فيلم القسطرة نفسه. نعم. نشوف الانسداد هذا ممكن ينفتح ولا لا. طبعا إذا 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 كان سهل فتح الانسداد إن شاء الله بيكون العلاج موجود يعني إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم. وطبعا الخيار الثاني هو يكون خيار الجراحي طبعا. نعم. لكن إحنا ما نقدر نقرر هالشيء إلا إذا نشوف الفيلم القسطرة. نعم. لذلك طلبت أنا من نعم. نعم طلبت من الأخ عبد الرحمن. نعم. يرسلنا التقرير حتى تكون يعني الصورة تقريبا واضحة. نعم. أمامك دكتور. نعم. ونتمنى. نعم. دائما الصحة والسلام للجميع. طبعا حينما يعني نعم. يحدث ما يشبه التورم في القدمين في أسفل الساقين والقدمين فهذا يعني يشير إما لمشكلة قلبية أو مشكلة كولوية أو حتى في بعض الأحيان مشاكل أخرى فعلينا ألا نهمل هذا الأمر ونراجع الطبيب مباشرة. أيضا من يعاني من أي ألم في الصدر أو حتى في المنطقة العلوية من البطن وحتى العنق عليه ألا يهمل هذه الأعراض يراجع الطبيب مباشرة. دائما التشخيص الباكر يقلل من المخاطر ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. طبعا الحديث طويل ومهم جدا لم ينتهي لكن الوقت انتهى دكتور عبد الله فإن شاء الله منتابع حديثنا معك في يوم قادم عن نفس الموضوع. كل الشكر للدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض القلب التداخلية والقسطرة القلبية. دكتور عبد الله شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا شكرا.